لما هتكلم على غازات سواء سي او 2 او اف ام او نوفك، تعالى نتكلم على حاجه اسمها ايه هي الديزاين كريتيريا اللي هنشتغل عليه. وعرفنا مع بعض في كل المحاضرات اللي فاتت ان الديزاين كريتيريا معني بيها بعض الحاجات سواء كانت في مواصفات او كانت في حسابات. فاحنا هنا بالنسبه لنا اول حاجه هاخدها في الديزاين كريتيريا، اول حاجه هنا هي مين؟ الديسكريبشن، الوصف الكيميائي ايه هنا. بعد الوصف الكيميائي عايز اعرف سلندر سايز، سلندر سايز. بعد كده عايز اعرف الديزاين فاكتور، ديزاين فاكتور معامل التصميم. بعد كده عايز اعرف الالستريشن ريكوايرمنت، الالستريشن ايه ريكوايرمنت اللي هي عمليه التركيبات بتتم ازاي. بعد كده التست، الاختبار. اخر حاجه خالص الايه؟ الفيندور، الموردين. بص يا هندسه، كلامنا كله وشرحنا للمهندسين وخاصه في الحاجات دي السيستمز كلها بتبقى سبيسيفايد قوي لدرجه ان انت بتخاطب البياعين شويه او اللي بيشتغلوا في مجال المبيعات والماركتنج. خلي بالك يا بتاع المبيعات والماركتنج يا مهندس، يا اللي فعلا انت في السوق دورك مهم جدا، لازم تكون فنياتك كويسه لان السوق بقى ناضج لدرجه انه ما بقاش يسمع لاي حد. يعني البياع ابو ثلاثه ابيض ده ما بيسمعلوش، لكن لو واحد فاهم ودارس وقاري لا الناس بتسمع له، وبالعكس بتكون اداه تسويقيه ان هو يبيع بيها المنتج بتاعه في الشركه. فلازم يكون عندك الفنيات عاليه جدا في مجال الاف ام 200 والنوفك والسي او 2 والايروسول، كل انظمه الغازات كلها بقى، ما بتكلمش على غازات بس، غازات وميه ومضخات. لكن انا هكلمك تحديدا لان الاف ام والنوفك والسي او 2 والايروسول دي حاجات كلاسيفايد شويه، يعني بيسموها كلاسيفايد سيستم. خلاص؟ الوصف بالنسبه للوصف، حاضر هصور السبوره يا جماعه. الوصف ده عباره عن حاجه اسمها اتش اف سي 227 اي اي، ده المركب الكيميائي اسمه هيتا فلورو بروبان، او هي عباره عن ذرات الهيدروجين والفلور والكربون. ده كده المركب الكيميائي موجود في ان اف بي اي 20، ان اف بي اي 20. تمام. موجود في كام يا باشمهندسين؟ اسمه HFC 227 EA. ما حدش يسالني ده عباره عن ايه، يعني هم ليه سموه EA ما سموهوش BA، ملناش علاقه. لكن هو موجود في NFPA 2001، والمركب ده مركب كيميائي لغازات ال FM 200، لغازات ال FM 200. تمام. خلاص يا شباب، طيب ركزوا معايا بس، يعني انا عايز الناس كلها على نفس الايه، على نفس النغمه. طيب بينما هنا عباره عن ايه؟ مركب كيميائي
CO2. مركب كيمياء هنا ايه؟ CO2. بالنسبه للسلندر سايز الاسطوانات هنا بيسموها 45 كيلو جرام CO2 ستاندرد ويت. يعني جميع مصنعين CO2 على مستوى العالم اتفقوا على تصنيع غازات CO2 داخل الاسطوانه بوزن ثابت للغاز وليس الاسطوانه. اسحل الكلام، في حاجه اسمها الجاز ويت، في حاجه اسمها السلندر ويت، وفي حاجه اسمها التوتال ويت. ثانيا الجاز ويت، وفي عندي السلندر ويت، وفي عندي التوتال ويت. السلندر دي يعني وهي فاضيه، والتوتال هي عباره عن الغاز جوه النيتروجين المضغوط. واضح؟ فانت عندك هنا اسمها ايه؟ 45 كيلو جرام، بينما هنا تعتبر ايه؟ هنكتبها as per manufacture catalog، يعني حسب ايه؟ حسب كتالوج المصنع. معلش يا شباب ركزوا معايا عشان الغازات مهمه، الغازات مهمه، واللي عايز يفكر يشتغل في الغازات لازم يقرا شويه فيها كتير. فهناخد معلومات كتير النهارده وناخدها نترجمها بعد كده في صوره ايه؟ صورة داتا علمية فتنة. انت عندك الـ CO2 45 وهنا as per manufacturing، يبقى ده اتكلمنا على الديسكريبشن والايه؟ والسلندر سايز. طيب موجود في الاسطوانة هنا في صورة ايه؟ هنا في صورة ايه؟ قال لك موجود في صورة غاز مسال مضغوط. هنا نفس الكلام برضه بيسموها natural gas pressure. يعني الاثنين كلهم موجودين في صورة ايه؟ غاز مضغوط، natural gas pressure. دي أول حاجة. تعال نتكلم تاني فصلت هندسة تسجيل وعملت تسجيل جديد. تعال نتكلم بقى على design factor. design factor ركز بقى معايا. design factor الويت اوف اف ام 200 يساوي الفوليوم مضروب في الديزاين فاكتور، وفي معادله ثانيه بتقول الويت بتاع اف ام 200 يساوي الفي على اس في السي على 100 ناقص سي. خلي بالك من المعادله دي. هنا الويت يساوي الفوليوم في الديزاين فاكتور. ركز هنا وركز هنا، خلاص انا عمال اعمل لك مقارنات بضرب لك عصفورين بحجر ما بين السي او 2 والاف ام 200. خلاص يا شباب؟ اللي واضح قدامنا دلوقتي معامل التصميم. يعني ايه معامل التصميم؟ يعني ما هي كميه الغاز للمتر المكعب الواحد؟ ما هي؟ ارجع تاني، ما هي كميه الغاز للمتر المكعب الواحد في الاف ام وفي السي او 2؟ أنا كتبت لك قانونين، القانونين بيقولوا إيه؟ الحجم، الحجم ده عبارة عن الطول في العرض في الارتفاع، على أن يراعى الارتفاع في جميع أنظمة الغازات لا يزيد عن 5 متر، 5 متر، وإذا زاد عن 5 متر فبنعمل حاجة اسمها إيه؟ سكند لاير. تاني كده، بص كده الارتفاع ده، آدي الاسطوانة. وادي ارتفاع الغرفة لغاية هنا كده، أو ارتفاع الغرفة الكلي ده كده، ارتفاع الغرفة الكلي 10 متر. أعمل إيه بقى؟ هل أطلع كده بالأسطوانة وأمشي وأحط هنا نوزل وهنا نوزل؟ الكلام ده مرفوض. حضرتك بتعمل نوزل في المستوى العالي وليفل في المستوى الإيه؟ المنخفض. المسافة دي كده 4.8 يعني مجازاً 5، وهنا برضو إيه؟ 4.8 اللي هي مجازاً 5. ركزوا يا جماعة في اللي بقوله لكم، لأن الارتفاعات والحاجات دي موجودة في الكتالوجات بتاعة التصنيع، وشفت كوارث في السوق، شفت كوارث، لأن هما بياع، يعني هو ما يفهمش الكلام ده، هو يعرف إن في اسطوانة وفي سلندر وفي سايز، هيقول لك يا باشمهندس ما هو في تصميم، يقول لك ما هو برضه اللي بيصمم مش فاهم. اللي بيصمم وهو بيدخل الحجم مش فاهم، طلع كمية وضربها وفي الآخر حط اسطوانات وعمل توزيع.
فانا بقول لحضرتك من دلوقتي تخلي بالك من موضوع الارتفاعات فين في الغازات، هتفرق معايا في الغازات، هتفرق معايا في الايروسول. واضح كده يا شباب؟ الغاز ايه؟ مش فاهم. طيب يبقى انا عندي ده التصميم اللي بقول لك عليه، طول في عرض في ارتفاع، طول في عرض في ارتفاع، ماشي؟ الفكره بقى كلها دلوقتي، الفكره اللي انا عايز اوصلها، الغازات دي عشان اجي احسبها فبجيب الحجم اضربه في الديزاين فاكتور. طب ما تقول لنا وتريحنا الديزاين فاكتور كام؟ بص يا باشمهندس، الناس اللي هتشتغل في الغازات تبقى عارف ان دورك الوحيد انت وانا واي واحد ما عندوش وكاله من الديستريبيوتر او من الموزع الخارجي او من المانيفاكشر اللي جاي من بره، اخره يعمل ايه؟ يحدد كميه الغاز التقريبيه اللي تعادل 95% من الرقم الصحيح وتوصل ل 99% كمان باللي انا اقوله لك. انا اشتغلت مع كل الشركات، اشتغلت مع كل الفيندورز، واعرف الديزاين فاكتور بتاع كل واحد ده عامل ايه. فانا الخلاصه بتاع كل الشركات دي انا هقولها لك دلوقتي. فانت هتعرف تصمم غاز بناء على ايه؟ بناء على ديزاين فاكتور انا هديهولك. يعني هتجيب حجم الغرفه تضربها في الرقم اللي هديهولك يطلع كميه الغاز، تديها للمورد تقول له عايز اركب وورد سيستم غاز لاسطوانه اف ام 200 وزنها او وزن الغاز 50 كيلو جرام. السبلاير بقى هو اللي هيحسب، يعمل هيدروليك كالكوليشن عنده برنامج، وهو اللي هيحدد اقطار المواسير، وهو اللي هيحدد اقطار النوزل، وهو اللي هيحدد اقطار عدد النوزلز، وهو اللي هيحدد المانيفولد او الهيدر اللي هيجمع عليه لو عنده اكتر من اسطوانه. تاني جميع الناس واي واحد يدعي غير ذلك فهو غلط. في بعض المهندسين سمعتها مؤخرا بيجيبوا لي علم جديد او بيالفوا حاجه جديده انه يقدر يعمل تصميم لغازات السي او 2 والاف ام والنوبل بدون الرجوع للسبلاير. ازاي يا سيدي الفاضل وانت ما عندكش المعلومات الكافيه او الكتالوجات او الداتا العلميه الخاصه بالسبلاير اللي محتكرها انظمه الاف ام والنوبل؟ ودي من ضمن على فكره الحاجات اللي انا فعلا كان ليا في وقت من الاوقات تعليق عليها، هو ليه نظام الاف ام والنوبل والسي او 2 تصميم سيستم بيحتكره المورد؟ فهم عملوا الموضوع ده لان كل شركه ليها مواصفات خاصه في الاسطوانات وضغوط وقدرات خاصه يجب ان هي تلتزم بيها مع متطلبات الان اف بي اي. واضح كده؟ انا بس دقيقه واحده هوقف التسجيل دقيقه واحده بس يا جماعه، اللي عايز يعمل شاي. اوكي ماشي يا هندسه. دلوقتي لازم اعرف في بعض المسميات في السوق وفي المخططات في الكتالوجات في الديزاين متعارف عليه. انا بقى عايز مع بعض نعرف ايه الحاجات اللي موجوده هنا. الحاجات دي اول حاجه هنا تسمى، بص معايا، من الفينش فلور ليفل، حاجه اسمها اف اف ال فينش فلور ليفل، لغايه الهايت ده او الارتفاع ده كان فول سيلينج، فده بيسموه روم فويد. لو في سقف معلق فوق الروم فويد دي فيها كابلات وكيبل تري فدي هنسميها ايه؟ سيلينج فلور، تمام؟ او بيسموها عشان نوحد سيلينج فويد. لو في تحت الارضيه اللي انت واقف عليها ريزد فلور او في طبقه غطسه فبيسموها ايه؟ ريزد فلور او بيسموها ريزد فويد. تاني عشان لو في حد مش متخيل، انت احيانا بتروح تلاقي في حاجه اسمها سقف معلق وفوق السقف المعلق في ايه؟ سقف خرساني او الفولد سيلينج. المسافه دي او الفولد سيلينج ده اذا كان في كيبل تري وخلافه
فبيتطلب منك داخل غرفه الاطفاء بتاعه الكهرباء او الاي تي او الداتا سنتر انك تركب فيها حسب الارتفاع المسموح به. في كل بلد لهم رقم، يعني ما اقدرش اقول لك هنا زي مصر او هنا زي قطر او هنا زي البحرين او هنا زي الامارات، لا، كل بلد ليها الايه، ليها الليميتيشن الخاصه بيها. هنا على سبيل المثال اكتر من 80 سنتي لازم تعمل حمايه لمين؟ للسقف المعلق اللي فوق، سيلينج هايت، تعمل لها حمايه. حمايه بمين؟ بيسموها ابرايت نوزل، يعني بنحط فوق نوزلز او مرشات بتخرج كميه السي او 2 او الاف ام او النوفك اللي عندك. خلاص يا شباب، تاني انت عندك فوق هنا السقف المعلق، في عندنا مسافه ما بين السقف المعلق والسقف الحقيقي او السقف الخرساني، ولو في عندي من تحت البلاط اللي انا واقف عليه وفي عندي دور بمشي فيه حاجه اسمها ريزد فلور او بيسموها دور غاطس تحت الارض، بيبقى ماشي فيه كيبل تري ارتفاعه بيبقى من 30 ل 40 سنتي، الريزد فلور ده برضو بيتطلب حمايته اذا زاد عن 30 سنتي. اذا زاد عن 30 سنتي بقى 40 45، فبالتالي لازم تعمل له حمايه. فالاسطوانه بتاعتك، ركز معايا، الاسطوانه بتاعتك هنا اهي، الاسطوانه اهي، فبيخرج منها الغاز، بيخرج منها الغاز الاسطوانه، تقدر تمشي بيها كده وتعمل عمليه الاطفاء، ونفس الكلام تاخد برانش وتعمل عمليه الاطفاء، ونفس الكلام تاخد برانش وتعمل عمليه الايه؟ الاطفاء. ده اوبشن من اوبشن التصميم. وانا بقول لك ما تشغلش بالك بالتصميم بتاع الاف ام 200 كاسطوانات او كاقطار، لان اللي بيقوم بالموضوع ده كاملا مين؟ المورد. لا انا ولا حضرتك نقدر نعمل الموضوع ده، لانه بيدخل فيه برنامج تصميم معتمد من الجهه المورده او من الجهه المصنعه. تمام؟ لو انت وكيل عندك البرنامج طبعا، اذا انت وكيل عندك البرنامج، تمام؟ اذا انت وكيل عندك الايه؟ البرنامج. يبقى انا عندي هنا، يبقى انا عندي هنا الاسطوانات، وانا جيت قلت لك دلوقتي انت عندك في حاجه اسمها ريزد فلور، روم فويد، سيلينج فويد. يبقى انت في ثلاث مستويات موجودين، ممكن تلاقي غرفه فيها ايه؟ فيها حاجه واحده بس اهي. اهي كل دي كده روم فويد. خلاص؟ يبقى الاوبشن الثاني ان انت يكون عندك غرفه من الكونكريت بيز او من الكونكريت القاعده الخرسانيه للسقف الخرساني كلها واحده، فتسمى ايه؟ روم فويد. ما عندكش لا سيلينج ولا عندك ريزد فلور. وممكن تلاقي غرفه ثالثه. انا مش عارف الناس اللي بتسال، انا مش هجاوب يا جماعه، صدقوني والله مش هجاوب لاني عايز اخلص، واسالوا براحتكم بعد ما اخلص. يعني انتوا المتفهمين ان انتوا يعني نخلي فيه حد يبقى قاعد زعلان، انا قلت لكم مش هجاوب غير لما اخلص. لو انا عندي غرفه بالشكل ده في ريز فويد، فبالتالي ممكن يكون هنا اهو، وده الروم فويد. يبقى انا عندي اوبشن 1، اوبشن 2، اوبشن 3. دورك انت بقى كسبلاير، انت كمورد، لازم تراعي الكلام اللي بقوله لك دلوقتي ده. اطلب من الكلاينت بتاعك ان انت يدي لك كل البيانات الخاصة بالمشروع. يدي لك ايه؟ كل البيانات الخاصة بالمشروع. انا بس عايز اعلق لاني ما اعرفش اشتغل وانا متضايق. يا جماعة الخير، انا عمال اشرح كأن حضراتكم واقفين قدامي. لك ان تتخيل، عايزك تعيش لحظة ان في حد بيشرح في محاضرة وانت قمت قطعته بالاسئلة دي. انت عايز اقول لك هتعمل كونفيوزد للمحاضرة والمحاضرين والمحاضر بشكل لا تتخيله. اقسم لك بالله اني نفس الاحساس لما بلاقي الشطر بتاع الشات ده مليان كده. يا جماعه وانا بشرح حضرتك قلت لك اكتب وخلي استفسارك، وبعد ما اخلص، لسبب في مهندسين ما عندهمش اسئله وانا جاي عشانهم. انا بصراحه اللي ما عندوش اسئله وجاي يكتب ويتعلم حاجه جديده
ويستفيد بيها انا جاي عشانه، ولو واحد في المجموعه. اما الباقيين اللي عندهم شغل وعندهم استفسارات خارجيه برضه جاي لك، لكن الاولويه عندي للي موجود وش يعني عايز يتعلم حاجه جديده. فوالله الشعور ده بيضايقني وانا بشرح، واعذروني يعني حط نفسك مكاني، انا ممكن اتجاهل واسيب الكلام ده كله واقفل الشات، بس ده مش صح. ما هو انت برضه ليك حق عليا ان انا ارد عليك، بس انا حق عليك وحق الاغلبيه العظمى بعد اذنك استنى اخلص واكتب اللي انت عايزه. وانا قلت دي من اول مره، متفقين يا شباب؟ عشان بس ما حدش يبقى متضايق مني او حد زعلان او حد بيقول لك هو بينفض وبيعمل. لا والله انا عندي معلومات عايز اقولها اخلصها، واستفساراتكم هجاوب عليها. خلاص يا شباب، طيب دلوقتي انت كسبلاير هتطلب من الكلاينت يدي لك ابعاد الغرفه. ابعاد الغرفه دي تسال عن ثلاث حاجات، ركز في دي. انت انا النهارده ببيع اف ام 200، والمهندس مثلا مين؟ مهندس علي اشرف بيسال، بيقول مثلا استنى في ناس عايزه بيسال بيقول ايه؟ مهندس مثلا اي مهندس، المهندس عبد العزيز محمد، فبيقول لي يا باشمهندس عايزين نورد نظام اف ام 200. جميل، هقول له اول حاجه ابعت لي ابعاد الغرفه. وممكن ما يكونش هو فاهم ان في حاجه اسمها ريزد فلور وسيلينج هايت، فيبعت لك مخطط. فالمخططات كتير قوي ما بيبانش فيها ان في عندها ريزد فلور او سيلينج هايت، فانت بتساله يا باشمهندس المسافه بين السقف الساقط والسقف الحقيقي اللي هو الكونكريت كام؟ فهو يرجع يسال، ده رقم واحد. هيقول لك لا مفيش اصلا سقف ساقط. جميل جدا، يبقى مفيش سقف ساقط. طيب في ريزد فلور، في طبقه مخفيه تحت الارض من الكونكريت، يعني في حاجه ترانش كيبل تري معدي، ترانش معدي، ويرات معديه، فبرضه هيدي لك ايه؟ بيانات. مفيش الكلام ده كله وادالك الكلير هايت، بنسميها مصطلح اسمه كده ايه؟ كلير هايت. يعني ايه؟ ال بيسموه الصف الارتفاع او الارتفاع الصافي. تاخد الكلام ده تضربه في المساحة، يبقى انت عندك الفوليوم الحقيقي للايه؟ للغرفة. واضح كده؟ دي حاجات لازم تطلبها من الكلاينت بتاعك وانت بتبدأ عملية الايه؟ التسعير. طيب انت بقى كاستشاري، انا كده خطيبتك، عملت مخاطبة ما بين السبلاير وما بين المقاول. تعالى بقى الاستشاري بقى دوره فين في الليلة دي؟ الاستشاري يا سيدي الفاضل وهو بيعمل مواصفات المشروع وبيعمل المخططات، عيب قوي ان هو يبقى واقف على مورد عشان يديله كميه غاز، عيب جدا. فنعمل ايه؟ وعيب قوي انه يحط كميه غاز غير منطقيه ترفع حجم المشروع او ترفع البادجت للمالك، او يحط كميه قليله تخلي في فاريشن اوردر يحصل. فانا دايما كلامي للثلاث فئات دول، انا بعتبر نفسي مورد لان انا وكيل لبعض المنتجات، فبقول النصيحه للناس اللي ممكن تقابلك كمورد. واشتغلت مقاول فبقول برضو النصيحة للمقاول، واشتغلت سنتين استشاري فبقول برضو نفس الكلام للايه؟ للاستشاري. الاستشاري يا فندم انت دورك انك تحدد ابعاد الغرفة ومعاك الهايت لكل غرفة وتحط كمية الغاز فقط. انا كمقاول باخد التصميم تندر دروينج ده، وبقوم جاي بعته عامله عملية ايه؟ اعادة توجيه لمين؟ للسبلاير. السبلاير بيدرس المطلوب للغرفة من مواد ميكانيكية سواء بايبنج مواسير ويحط السعر بتاعه، وكم اسطوانة ويحط السعر بتاعها، ويدي لك توتال اوفر يشمل التوريد والتركيب والاختبار. واضح كده؟ شفت البروسيدرز ماشية ازاي؟ انا يهمني تبقى فاهم الخطوة كلها ماشية ازاي. خلاص؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على جزئية الايه؟ التصميم. تعالى بقى ناخد الديزاين فاكتور بكام؟ بص يا فندم في السي او 2 خد الفوليوم اضربه في 1.33، والكلام ده
من خبره 10 سنين. يعني ايه 1.33؟ يعني ده كيلو جرام للمتر المكعب، كيلو جرام. وطبعا في ناس موردين ممكن تزعل مني تقول لي ده انت كده طلعت سر الصنعه وكل من هب ودب يشتغل في الاف ام 200 والنوفيك والسي او 2. ارد عليه اقول له اصل الاف ام والسي او 2 كل ده هيقفل ويشطب، الزمن اللي جاي زمن الايروسول. خلاص خلاص يا رجاله، يبقى الزمن اللي جاي والفيوتشر كله كل اللي ناوي. طب انت بتشرح لنا حاجه هتنقرض وهيبطلوها. اقول لك هي كانت المفروض تبطل، يعني المفترض الاف ام ده كان يوقفوه بعد سنتين، يعني السنه دي يكون في قرار بايقاف التعامل في الاف ام. بس نظرا لشركه ان 3 ام دي الاخ بتاع امريكا عنده اسهم في شركه 3 ام المصنع الاول للغازات في العالم، فعمل اكسبشن وامتداد لمده 3 سنين كمان. 3 سنين كمان، يعني المفترض ان 2023 تحريم دولي للاف ام 200. ليه بقى؟ لان فتره بقاء الاف ام 200 في الغلاف الجوي تجلس لمده 30 سنه. وانا لسه قايل لك المونتريال اتعملت سنه كام؟ مونتريال اتعملت سنه 93. فمن 93 ل 23 دي كام؟ دي 30 سنه. دي المده الزمنيه للاف ام 200 لازم يوقف عليها. وبعد كده ظهر مين؟ النوفيك. فالنوفيك هيطول شويه لغايه مثلا 2030 ويقف. مين بقى اللي مكمل بقى ومش واقف خالص؟ هو الايروسول ستاتيك سيستم. دي الحاجه الوحيده اللي فيها ميزات وحاجات كتير هنتكلم عليها بكره. طب من هنا لغايه لما يقف الاف ام 200 هنيجي احنا كشركات او كاستشاريين او كمقاولين نبطل التعامل؟ لا طبعا. انا نسبه 70% من شغل اللي بتعامل فيه في السوق من النوفيك والاف ام 200. والايروسول على اعتبار ان هو تكنولوجيا حديثه ولسه كتير ما يعرفش عنها ولسه ما خدش الماركت شير بتاعته، فبالتالي ما نقدرش نقول ان هو نمبر 1 في اختيارك الاساسي. ولكن اذا في احد عجبه المواصفات الخاصه بالايروسول بيروح يتجه ليه. ولكن 70% من السوق النهارده بيشتري مين وبيبيع في مين؟ في الاف ام والنوفيك. فيجب ان الحاضرين والسامعين يبقى عارفين يعني ايه نوفيك ويعني ايه اف ام 200. خلاص؟ تمام يا شباب؟ انا قصدي يا مهندس اسامه مش 4 دقائق فتره بقائه او تبخره، انا اقصد على اللونج تيرم بيقعد في الغلاف الجوي قد ايه. الغلاف الجوي في النوفيك بيوصل، الغلاف الجوي للنوفيك بيوصل لغايه من 7 ل 15 سنه فتره بقائه، بعد كده بيتحلل، لان هما الاثنين مكون اساسي فيهم الهيدروجين والفلور والكربون. انا لا اتحدث عن فترة بقائه الحالية انه بيتبخر او بيحصل عملية تبخير حالية، لكن انا بتكلم على اللونج تيرم بتاعه، لونج ليد لايف بيسموها كده. لو جينا نبص كده اللي بيسألني دلوقتي على ايه؟ اللي بيسأل يا شباب على الديزاين، انا هقول اهو الويت تساوي الفوليوم مضروب في 1.33 اهو 1.33 خلاص 1.33 تجيب الفوليوم تضربه في الكلام ده يديك ايه هنا بقى؟ يديك التوتال بالكيلوجرام. التوتال بالايه؟ بالكيلوجرام. انا بقى عايزك تركز في حاجه ثانيه، التوتال اللي يطلع لك ده، التوتال اللي يطلع لك ده اقسمه على كام؟ اقسمه على 45 عشان يديك عدد الاسطوانات اللازمة. خلاص؟ يبقى ده كده CO2. طب تعالى بقى في الـ FM 200 لنوقف فيه شوية بقى.
من هي فهمت 200؟ أول حاجة بيتصمم تبع NFBA 2001 خلاص؟ الويت هيساوي الفوليوم مضروب في الديزاين فاكتور. الديزاين فاكتور ده بيبقى معتمد على ما يسمى نسبة تركيز الغاز، وهي من 7 إلى 9%. من 7 إلى 9% نسبة تركيز الغاز. عدد يا باشمهندس عبد الله عدد الاسطوانات، عدد الاسطوانات خلاص. يبقى تركيز ال FM 200 من 7 ل 9. طب انت ما قلتلناش السي او 2 تركيزه كام؟ قال لك تركيزه من 34 الى 50%. من 34 الى كام؟ من 34 الى 50%. يبقى ال FM 200 بيشتغل على التركيز كام؟ من 7 ل 9. طب من 7 ل 9 ديت بنشتغل احنا على كام؟ بنشتغل غالبا على 7. كل المشاريع بنشتغل على 7. فالديزاين فاكتور عند 7%، الديزاين فاكتور عند 7% في كل المشاريع، وانا بقولها لك واشتغلها وانت مغمض 0.55. هو بيبدا الرينج معاك عشان يبقى الكلام دقيق من 0.52 الى 0.58. في كونديشن كتيره جدا انا مش عايز اتوهك ولا ادخل معاك في ان ديتيلز، لو هنتكلم في شغل وبزنس هكلمك على الحاجات دي في التفاصيل، لكن ده مش موضوعنا. لكن تبقى عارف ان الـ FM 200 بيبدا من 52% الى 58. دي ليها ابلكيشن ودي ليها ابلكيشن او ليها تطبيقات. الافرج للناس كلها عشان المصممين والناس اللي شغاله في المكاتب الاستشاريه واللي شغال في المقاولات واللي بيدرس عطاءات يعرف يحط حجم الغرفه ويضربها في 55 يطلع التوتال ويت للـ FM 200. يطلع ايه؟ التوتال ويت للـ FM 200 اهي. توتال ويت. الميزه بقى هنا في الـ FM 200، الميزه الجميله فيه ان انت ما عندكش اسطوانات ثابته باحجام ثابته. انت عندك كل شركه ليها رينج من الاسطوانات. يعني انا ممكن اطلب اسطوانه 500 كيلو جرام من المورد، فيقول لي والله انا ال 500 اللي انت طالبها هديها لك في صوره اسطوانتين، كل واحده 250 كيلو جرام. فدي مش مشكله، دي مش بتاعتك، دي بتاعت مين؟ السبلاير. بما ان في سبلاير تاني يقدر يجيب لك لغايه 450 في اسطوانه واحده. يقدر في اسطوانات بتوصل 900 LPS، يعني تقريبا 450 كيلو جرام في الاسطوانه الواحده. فالشاهد من كلام دورك في الـ FM 200 تحديد الكيلوغرام، بينما دورك في الـ CO2 تحديد مين؟ عدد الاسطوانات. يبقى انا كده عمال اقارنك بين نظامين عشان تبقى عارف الفرق بينهم ايه. طيب في حاجه برضو ثانيه مهمه، انت قلت لنا نسبه التركيز من 7 ل 9%، تمام؟ الكود بقى نص على حاجه اسمها المينيمم تايم فور ديسشارج او فور فيلينج ذا روم، يعني عايزين ايه؟ زمن ملء الغرفه من الغاز. زمن ملء الغرفة من الغاز. بص كده، زمن ملء الغرفة من الغاز، خلينا بس نشوف زمن ملء الغرفة بيسموه تايم ديسشارج. تايم ديسشارج في الـ FM 200 أقل من 9 ثواني، بينما في الـ CO2 بيوصل من 60 إلى 360 ثانية. هنا أقل من كام يا باشمهندس؟ ركز في الأرقام دي عشان ليها قصة كده هحكيها لك دلوقتي. من اقل من 9 ثواني، بينما هنا كان من 60 ل 360. الزمن ده بقى زمن مين يا باشمهندسين؟ قال لك ده الزمن اللي المفترض الغاز يخرج بيه من الاسطوانه بتاعتك ايا كان، اسمع الكلام، ايا كان حجمها. يعني لما يكون عندي اسطوانه فيها 10 كيلو جرام، يبقى ال 10 كيلو جرام دي رايحه الغرفه تقريبا يعني في حدود ال 22 متر مكعب. ال 10 كيلو جرام تروح لكام؟ الغرفة فيها 22 متر مكعب. لازم ال 10 كيلو جرام يخرجوا من الاسطوانه
ويملوا 95% من حجم الغرفة في زمن قدره كام؟ 9 ثواني. الكونديشن ده بقى، الزمن ده والشرط ده الوحيد على قادر على تنفيذه وتحقيقه هو مين؟ يا شباب هو مين؟ مين يقول؟ هو مين يا شباب؟ لا مش النظر، المورد. يا سلام يا مهندس محمد يا فاضل، بالظبط كده. المورد او المصنع، المورد او المصنع سبلاير. ليه بقى؟ او الوكيل بيسموه الايجنت، الوكيل. ليه بقى؟ لان هو اللي معاه البرنامج اللي هيقدر يحدد، هو اللي معاه البرنامج اللي يقدر يحدد ايه، يحدد القطر يكون كام والنزل كام واحده، والمسافه اللي هيقطعها الغاز من الاسطوانه للنزل هيبقى فيه فريكشن قد ايه، والفريكشن ده لما الغاز يخرج بضغط معين، مش احنا جينا قلنا لو الضغط خرج من الاسطوانه للنزل هيفقد مجموعه هيفقد شويه ايه ضغوط نتيجه وجود الالبو ووجود التي والكلام ده كله. من احد برامج التصميم ان هو بيدي لك الارم بماكسيمم، بيسموها ماكسيمم نوزلز او ماكسيمم البو او ماكسيمم تي او ماكسيمم لينس، كل دي لكل اسطوانه انت بتختارها في البرنامج. انا كان نفسي فعلا، انا كنت هوجه دعوه للمهندس محمد الحاوي شركه وتر البناء، بس طبعا الدنيا ملخبطه شويه في موضوع المواعيد والترتيب بتاع الدوامات، لكن ان شاء الله انا كلمته وباذن الله هيعمل محاضره هتشوفوا فيها عمليه السليكشن والحسابات لنظام النوفيك اللي هو شرحه نظام الاف ام 200، نفس الكلام بس مع اختلاف نسب التركيز. البرنامج اللي بيشتغل الموضوع ده برنامج يعني لازم يكون اللي بيدرس الموضوع ده راجل بروفيشنال وفاهم يعني ايه غازات، لانه اول ما بيحط اي قيمه غلط البرنامج على طول بيدي له الارم وبيقول له ايرور، في مشكله. ايه هي المشكله؟ الشرط الوحيد اللي نص عليه الكود ان الزمن يخرج في زمن كام؟ 9 ثواني. فاي غلطه منك في اقطار بواسير او في عدد نوزلز او في مجموعه البوهات كتير، كل ده هياثر في الاخر لمين؟ كل ده هياثر في الاخر على زمن خروج الغاز. تعال اثبت لك انا بقى، واحنا ناس مع بعض فنيين مش هاخد من وقتك كتير، بس احنا في كل وقت والتاني بنحاول نعمل شويه فاصل هندسي علمي واضح خلاص تعلموا بيها الناس اللي عايزه تتعلم. بص بقى معايا كده وركز معايا. بصوا يا شباب، انا عندي في حاجه اسمها قانون الاول للغازات اسمه ايه؟ البي في يساوي ام ار تي، صح كده؟ صح يا شباب. حد معانا بقى في الكليه بيدرس في الثيرمودينامكس، مش كنا خدنا الغازات ده؟ مش ده كده بنسميه القانون الاول للغازات؟ صح. البي في تساوي MRT او NRT، صح؟ NRT. شاهد بقى انت بتقول لنا القانون ده ليه؟ تعالى كده نثبت انا وانت ان اللي يقدر يحدد قطر الماسوره وعدد النوزلز والالبوس كل الكلام ده اللي بيصنعه مين؟ اللي بيحدده مين يا باشمهندس؟ ها؟ اللي بيحدده السبلاير، اللي بيحدده المورد. الكلام ده ايه الاسباب بتاعه اللي انا هحكي فيه ده؟ انا هفترض ان انا عندي تو كيس، حالتين، عندي هنا A وعندي هنا B، عندي اسطوانه خرج منها الغاز وعندي اسطوانه خرج منها الغاز، خلاص؟ هعتبر معاكم ان الاسطوانه B دي هي اللي جات لي من المورد، اسطوانه الغاز فيها 45 كيلو جرام
CO2 المفترض ان القطر ده يكون 2 بوصه والنوزل دي تكون قطرها 1 بوصه وهنا الالبو اللي موجود والمسافه دي موجوده خلاص. تعالى بقى شركه او في استشاري او واحد من الناس اللي بيقول لك انا اقدر اعمل تصميم اف ام 200 او CO2، تعالى نقول له طب تعالى كده نسبه الكلام ده، نسبه التركيز هنعتبر، بص كده معايا، هعتبر ان ايه سيستم ايه ده مش شايف اللي بيحصل في بي، مش شايفه وهو لازم يحصل كده عشان نثبت، يعني انا اللي هكتبه في بي اعتبر ان ايه ده مش شايف ولا حد عارفه. فانا هنا اللي بيحصل ايه؟ نسبه تركيز السي او 2 هفترضها هنا 50%، خلاص؟ فبالتالي ال 50% دي خلت قطر الماسوره 2 بوصه والبريشر اللي موجود في الاسطوانه كان في حدود ال 50 بار، خلاص؟ طيب تعالى هنا بقى، تعالى هنا اول حاجه، اول سؤال هساله، هل الشخص رقم ايه يعرف نسبه تركيز الغاز؟ اسال السؤال هنا، هل الشخص ده يعرف نسبه تركيز الغاز؟ تمام، بما ان هو ما يعرفش نسبه تركيز الغاز، هل هيعرف يحدد البريشر؟ ادي انتوا بتجاوبوا اهو، عشان اي حد يدعي يقول لك انا اصمم، قول له تعالى انا اعلمك ازاي تصمم. عندك نسبه تركيز الغاز بتاع شركه تايكو، بتاع فايكنج، بتاع ال بي جي، بتاع سبيكو، بتاع نافكو، بتاع بافاريا، ما عندوش. خلاص؟ دي اول حاجه. طب هفترض معاك حاجة أقوى شوية عشان التحدي يعلى. يا سيدي هفترض إنه يعرف نسبة التركيز والضغوط للأسطوانة دي 45. هيعرف نسبة التركيز والضغوط. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يعني أنا هفترض كمان إن هو يعرف الـ N بـ 50 والـ B كمان بكام؟ بـ 50 بار. طبعًا حضرته أم حاطط التالي، خلى الماسوره دي 1.5 وخلى النوزل دي نص بوص، 1.5 نص بوص، خلاص؟ ده الافتراض بتاعه، ده الافتراض اللي افترضه. اللي هيحصل كالتالي، الغاز هيخرج صح؟ الغاز هيخرج، هنا الغاز خرج في قطر 2 بوصه ونزل 1 بوصه، فأدى الزمن الكلي للتفريغ هنا في حدود الكام؟ ال 360 ثانيه. خلاص؟ تعالى هنا انا بقارن بالسي او 2 وهرجع اعمل مقارنه بالاف ام، واللي ما فهمش سي او 2 هيفهمها اف ام. تعالى هنا الغاز خرج مظبوط؟ والاسطوانه ضغطها كله 1، بس هو هنا عمل ايه في القطر ده؟ خلاه 1.5. هو احنا درسنا ان لما يكون عندي القطر بيقل، سمعني كده قول لي السرعه يحصل لها ايه؟ السرعه. وهي لما السرعه تزيد، سمعني كده الفريكشن كمان يحصل له ايه؟ فريكشن. وهو لما الفريكشن يزيد تاني الفريكشن لما يزيد وهنا قطر النوزل قل كمان، قطر النوزل حصل له ايه؟ قل. فبالتالي زمن خروج الغاز من الاسطوانه يحصل له ايه؟ ها يا راجل، مين قال يقل؟ مستحيل زمن خروج الغاز يقل. ازاي زمن خروج الغاز يقل يا جماعه؟ عندي اسطوانه خنقت خروج الغاز منها، عملت تقليل للقطر، وتقليل القطر ده خلى ان الفريكشن، خلي بالك الفريكشن يزيد، فالضغط اللي خارج بيه الغاز، بص كده الضغط اللي خارج بيه الغاز من النوزل، الضغط ده هيحصل له ايه في الاخر؟ هيقل. فالزمن الكلي لتفريغ الغاز من الاسطوانه يزيد. بس
تعالى ادي لك مثال تاني عكس المواصفات دي وبرضه هيزيد الوقت. بص كده، بص نفس الكلام، ماشي، اسطوانة، خلاص. وانا عندي هنا القطر بتخليه 2.5 بوصة، ودي خليتها ايه؟ 1.5 بوصة، 1.5 بوصة. وهنا عندي مين؟ هنا برضو عندي البي البريشر، عندي الزمن، عندي الان ب50 والبي ايه ب50. تعالى بقى في الحالة التانية دي، الحالة التانية، ماشي؟ اللي هي الحالة دي. إيه اللي بيحصل عند حضرتك يا فندم؟ اللي بيحصل القطر زاد. يلا، يلا نشتغل المعادلة مع بعض. القطر زاد. فلما القطر يزيد، سمعني كده عن سرعة الغاز. سرعة الغاز مالها؟ قلت. حلو قوي. النزل، النزل زادت، قطرها زاد، قطر النزل زاد. سمعني كده عن سرعة الغاز. زمن خروج الغاز بعد السرعة ما تقل، إيه اللي بيحصل؟ زمن خروج الغاز، أصل الغاز ده اتصمم في كلاس بي ده أو في النوع بي ده، اتصمم إن الاتنين بوصة دي، الاتنين بوصة دي هي الاوبتيمم سايز فور ذيس بريشر ات ذيس تايم. اطلع، بص كده، اطلع بالضغط يقل، انزل بالضغط. بص، هي المعادله المتزنه ليها 2 بوصه. اذا زودت في اي فاكتور من عوامل التصميم، سواء القطر او النوزل او اي شيء، انت بتلعب في مين؟ في زمن خروج الغاز اللي برضه هيزيد في اي تغيير حاله من الحالات دي. وصلت؟ أذن أنا النهاردة الإثبات ده أنا بثبته على مدار 10 سنين وأثبته مع الموردين، وهي دي الحقيقة العلمية اللي الناس مخبياها في أنظمة إطفاء الغازات، وأنا بقول لكم والله مخبيينها. يعني أنا أخدتها من باب العلم منهم، لكن بعد كده نشرتها وبقى كل الناس تعرف ليه ما بيتمش التصميم إلا من خلال الوكيل. لازم تبقى عارف دي. الوكيل هو الشخص الوحيد اللي معاه زمن خروج الغاز والليمت كونديشن لكل اسطوانه بالماكسيمم لينس للبايبنج بتاعها بالماكسيمم نوزلز بالاقطار، وهو اللي يقدر يحدد الكلام ده. فانت ما تدوش نفسك، مش بتاعتك انت، كل اللي عليك تديله كيلو جرام وهو يعمل هيدرو كالكوليشن ويعمل الحسابات ويعمل الديزاين ويعتمد لك السيستم. خلاص، واضح كده يا باشمهندس؟ حضرتك كمستلم يا مهندس محمد، بالراحه بس كده يا جماعه عشان ما ينفعش الاسئله كلها مره واحده. حضرتك كمستلم الغاز بيبقى واخد حاجه اسمها يو ال اف ام، والمكتب اللي واخد وحده الاعتماد ده معاه اليو ال اف ام ابروفال، فالحسابات بتاعته تعتبر حسابات فيصليه طالعه ببرنامج معتمد من الشركه المورده. خلاص؟ تمام كده يا هندسة؟ طيب كده احنا خلصنا حاجة مهمة جدا، معلش ركزوا معايا، مطولين شوية صغيرة، 10 دقايق كمان، 10 دقايق وهنبطل. تعالى كده نتكلم عن الاف ام 200. اول حاجه الاف ام 200 اتكلمنا عليه، الديزاين فاكتور بتاعه 55%، اتكلمنا عن المكونات بتاعته عباره عن ميكانيكال والكتريكال، اتكلمنا عليه ان من ضمن الحاجات المميزه فيه ان نسبه التركيز بتاعته 7%. 7% ديت بيتبعها معامل تصميم بيبقى الرينج بتاعه من 52 ل 58، بناخد احنا ال 55%. من ضمن الحاجات الثانيه في الاف ام 200 ان انت يجب ان تكون الغرفه بتاعتك فولي تايد. يعني ايه فولي تايد؟ يعني لا يوجد فيها تسريب، لان الاف ام 200، انا مش هكتب عشان الوقت بس سجل المعلومات دي،
الاف ام 200 من ضمن الحاجات المهمه، يعني الريكويرمنت المطلوبه ليه انك بتعمل حاجه اسمها انتجريتي تيست. اسمها ايه؟ انتجريتي تيست. ما هو الانتجريتي تيست؟ هو اختبار عدم وجود تسريبات او وجود فتحات داخل الغرفه. ده بيعمله ثيرد بارتي او شركه ثانيه او نفس الشركه اللي انت شاريها شاري منها الاف ام 200. بيعمل ايه الاختبار ده؟ بيضمن ان الغرفه لا يوجد بها ليكج، بحيث ان الغاز ما يخرجش اثناء عمليه الايه؟ التشغيل. الغاز اذا خرج اثناء عمليه التشغيل هيؤدي مشكله كبيره، الا وهي عدم سيطرته على الحريق، لان السيفتي فاكتور ثاني، السيفتي فاكتور في الاف ام 200 او النوفيك 10%. سيفتي فاكتور 10%، يعني اذا كان عندك غرفه فيها 10 كيلو جرام من الاف ام 200 وحصل تسريب وخرج من الغرفه دي 2 كيلو جرام، معنى كده ان الغرفه دي في الحاله دي بقت كام؟ 80%، فهي انسيف او انبروتكتد. فيتطلب عليك كراجل مستخدم او كاستشاري ان يكون لديك ما يسمى بالانتجريتي تيست في كل غرفه من غرف الاف ام 200. انت كاستشاري ما تقبلش من المقاول الا لما يعمل لك انتجريتي تيست، وانت كمقاول لما تسلم وتسعر المشروع اوعى تنسى تضيف بند اسمه الانتجريتي تيست، يا تشيله للمالك يا تشيله انت. المهم ان انت تبقى عامل حسابك وما تجيش في الاخر تلبسه، لان لو عندك مشروع في 100 غرفه وهنا في السعوديه الغرفه بتتعمل ليها انتجريتي تيست اقل حاجه ب 3000 ريال، فانت بتتكلم في 100 غرفه ب 300000 ريال، رقم خراب بيوت. فلازم تعي الموضوع ده كويس جدا. كل غرفة حق المال والجهة المستشارية المستلمة ان هي تطلب منك بعمل انتجريتي تيست. فبداية التعاقد يجب انك توضح ان جميع غرف الـ FM 200 لا تشمل في التسعير الانتجريتي تيست. وانت كسبلاير تبلغ كل المقاولين اللي بيطلبوا منك تسعير وتحطها ككونديشن كده بين السطور، The price not include الانتجريتي تيست. For integrity test it will be by one room أو per one room 3000 سعودي ريال. خلاص، مهم أول الحاجات دي تخلوا بالكم منها. طب احنا كده اتكلمنا في الديزاين فاكتور وفي السلندر وفي الانستليشن ريكويرمنت وفي التست والكوميشن. ايه تاني في الاف ام 200؟ خلي بالك يا سيدي الفاضل ان الاف ام 200 يتواجد في الاسطوانات في صوره غاز مسال، غاز مسال، وعند خروجه يخرج في صوره ساتوريتد فيبر، اي انه يتحول من الحاله السائله الى الحاله الايه؟ للحاله البخاريه، مما يؤدي الى زياده رطوبه المكان اللي موجود فيه. فدي يجب ان تؤخذ في الحسبان، ان لو عندك غرفه فيها اي تي او داتا روم او سيرفر روم فيها حاجات كلاسيفايد، فتعرف ان في مشكله على الاجهزه اللي موجوده جواها من حيث الرطوبه، تخلي بالك من دي. تعرف برضو ان الغاز صمم على 10% سيفتي فاكتور، يجب انك تتاكد ان الغرفه بتاعتك فولي تايت. الاف ام 200 يتواجد في الاسطوانه بشروط معينه، ركز في الشروط دي. ادي الاسطوانه، الاسطوانه دي يا باشمهندس بيكون فيها اف ام 200 وفيها نيتروجين، فيها ايه؟ اف ام 200 ونيتروجين. وزن الغاز يجب ان يكون من 55% الى 85%، يعني اقل حاجه لو انت عندك اسطوانه، بص كده اسطوانه 100 لتر، خلاص يجب ان يكون فيها اقل حاجه 55 اف ام 200، 55 كيلو، وال 45 التانيين ايه؟ نيتروجين. خلاص، الرقم ده انا بقول لك عليه تخلي بالك منه، وانت بتقرا الكتالوج هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ الماكسيمم فيل والمينيمم فيل، اقصى حاجه تملى بها الاسطوانه واقل حاجه تبقى موجوده في الاسطوانه. كام النسبه دي؟ 55 ل 85. ركز، والمهم والمعلومه دي مهمه جدا وبتقراها في كل الكتالوجات، عشان لو جالك مورد وانت كمقاول انت طالب 10 كيلو جرام وهو ورط لك 12 كيلو جرام، ما تجيش تقول له انا طالب 10، لا، هو الاسطوانه اقل حاجه ليها في الكاتيجوريز بتاعته كتايكو او كسفيكو او كنافكو 12 وانت طالب 10، فال 12 دي اقل حاجه اللي هي تمثل كام؟ 55. خلاص؟ خلاص يا شباب؟ يبقى كده
لو استشاري كيف اعرف ان المقاول مورد نفس الكميه؟ كل اسطوانه بيجي عليها النيم بليت بيقول لك الفيلينج كيلوغرام للغاز، التوتال للاسطوانه. فانت عندك الفيلينج كيلوغرام موجود حسب الحسابات اللي هو عامل لها اتاتشت بالايه بالمشروع، والتوتال كيلوغرام بتعرف النيتروجين اللي جوه، فبالتالي الاسطوانه بتاعتك بتبقى مضغوطه بالنيتروجين، منها نيتروجين ومنها اف ام 200. نسبه النيتروجين للاف ام 200 تتراوح من 55 الى 85 للغاز، والباقي نيتروجين. خلاص يا شباب، مهم جدا تبقوا عارفين المعلومه دي. زمن تفريغ الغاز في الاف ام 200 اقل من 9 ثواني. خلاص. الحاجه الثالثه برضو لازم تبقى عارفها، تسليم مشروع الاف ام 200 يتطلب منك بتعمل حاجه اسمها ضغط نيوماتيك لمواسير الايه الشبكه، بتضغطها بالنيتروجين. النيتروجين دي بتاخد الضغط بتاعها من السبلاير، غالبا بتعمل لها ضغط عند 14 او 15 بار. خلاص. الحاجه الثانيه المهمه برضو تبقى انت عارفها، الاف ام 200 الرينج بيسموه الرينج سايز فور بريشر للضغوط، بيبدا من 25 بار الى 42 بار الى 52 بار. 25 بار ده بيسموه نورمال بريشر، ال 42 ده بيسموه الانترميديت، وده ال 52 اللي هو الايه الهاي بريشر. خلاص. يبقى انت عندك كاتيجوريز لمين؟ للاف ام 200. بتبدا اول حاجه بادئ بدء كده اسمها كام؟ 25، بعدين توصل ل 42، اخر حاجه 52. خلاص يا شباب، مهم جدا المعلومه دي. بالنسبه للمواسير المستخدمه في الاف ام 200 كلها تستخدم مواسير سكادجوال 40 ما عدا الهاي والانترميديت، تستخدم سكادجوال 80، تستخدم ايه؟ جدول 80، كله بيستخدم جدول 40 بلاك سيمنس ستيل، وتستخدم بعد كده الايه ال 80 اللي هو جدول 80 في حاله الميديوم وفي حاله الايه الهاي. من ضمن الحاجات برضو الفيتنج يا جماعه، الفيتنج بتختلف عن نظام الميه، يعني ما ينفعش تروح تجيب فيتنج كوع، لازم تكون الفيتنج كلاس 300. كلاس 300 كلاس كام؟ 300. خلاص يا شباب؟ كلاس 300 ده الفيتنج. ايه تاني ممكن نقوله؟ مفيش حاجة تانية، خلاص كده. كده الـ FM 200، كده الـ FM 200 تبقى انت عارف ازاي بنستخدمه. كده انا يعني تقريبا احنا وضحنا كده الغازات، وعرفنا ازاي نشتغل في تصميم الغازات، وعرفنا ان الغازات من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تكون عارفها في التصميم وفي السلكشن، وتقرا المانيوال ديزاين بتاعك، تبقى عارف ان الغاز في معلومه مهمه. صحيح، ثواني الناس مشيت، ثواني يا اخوانا. هو ليه اسمه اف ام 200؟ اللي مشي بقى اسمعه في التسجيل. هو ليه اسمه اف ام 200؟ ليه ما سميناهوش مثلا اف ام 300، اف ام 150؟ ليه اسمه اف ام؟ ركز بقى معايا، ركز معايا. المركب الكيميائي اسمه HFC-227EA، اهو HFC-227EA. عارفين الغاز المركب ده لما يتعمل عليه 200 اختبار من الاف ام جلوبال، منين؟ مين اللي بيدي لك الاف ام سيرتيفيكيت؟ الاف ام جلوبال اللي احنا خدناه، او الاف ام ابروفر، مش قلنا اللي بيحدد الاداء وبيحدد المواصفات بتاع الشغل الضغوط والكلام ده مين؟ الاف ام.
فالمنتج ده عشان يخرج من الاسطوانة في 9 ثواني لازم ياخد اف ام ابروفل. ياخد ايه؟ اف ام ابروفل. طب اخذ له الاف ام ابروفل ده اتعمل عليه كام اختبار؟ 200 اختبار. فسمي مجازا عن عدد الاختبارات اللي تمت من الاف ام بالاف ام 200. 90% من اللي شغالين في الاف ام ما يعرفوش المعلومه دي. انا واخدها من واحد شغال في الان اف بي اي. يعني انا جيت بالي اقول له يعني وايتس نيم اف ام 200، ليه الاسم بتاعه اف ام 200 ليه ما فيش 300؟ فضحك كده وقال لي يو نو اف ام جلوبال؟ قلت له يس. قال لي فور اف ام جلوبال اني كيميكال ماتيريال هيدروفلوروكربون هاف 200 تيست they get approval from FM, so this product will be FM 200. Otherwise, the brand which have not FM approval, it cannot be mentioned as FM 200. اسحب بقى الكلمة دي، لأن دي خلاصة. أنا أتحدى أي واحد معاه غاز UL listed بس، UL listed أو UL tested، UL أهو، UL. ومش حاصل على الاف ام، والمعلومه دي بقى بتزعل ناس كتير بس لازم نقولها. اي غاز واخد يو ال فقط مش اف ام ابروفل مستحيل يذكر في المواصفات او عرض السعر بتاعه ان ده عرض سعر اسمه اف ام 200. هو هيجيبها لك ازاي؟ شوف بقى التجاره هتيجي هنا شغل البياعين. هيقول لك يا باشمهندس انت متعرفش ولا ايه؟ او انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ فتقول له اه طبعا قول لي الخلفية اللي عندك. يقول لك انت متعرفش ان الـ FM 200 ده اصله في الـ NFBA والـ HFC 227. يا راجل طب احنا عارفين دي؟ اه يعني انا جايب لك كوتيشن من الكود، انا موصف وكاتب لك من الكود. لا يا فندم انا اسف الـ FM 200 يختلف عن ده غاز يقدر اي حد يصنعه وما يروحش يعتمده، وما فيش حد يضمن ان الغاز ده يخرج في زمن قدره 9 ثواني. فاذا الغاز FM 200 يعني FM approval فهيخرج في زمن 9 ثواني. فعشان كده في فرق كبير قوي ما بين الشركات اللي عندها براندات UL فقط ومش FM approval، وبين الشركات التانية اللي عندها الـ UL والـ FM. وصلت؟ هدي خلاصة النهاردة، ده اللي أنا أصلاً عايز أكلمكم فيه من بداية المحاضرة، إن إحنا عندنا في فرق كبير ما بين الـ Products which have UL only and UL FM. خلاص؟ طيب أنا هوقف التسجيل عشان يبقى الـ